السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله نرش مع بعض المرمى دي وندردش حوالين السؤال اللي هو ينفع نرش بدون بليندنج؟ ينفع وكنا عملنا أكتر من فيديو في ألوان حساسة عن اللون الأحمر، ولكن الأفضل البليندنج طبعا. بنبدأ اللي احنا نرشه، بعد كده نخف بشوية شوية بشوية تنر ونبدأ اللي احنا نعفر. ولكن اللون الأحمر من الألوان الغوامق زي البني الاسود اللي هو مش ضروري معاه بليندنج، ولكن احنا هنرش ان شاء الله المرمى دي ببليندنج علشان خاطر الجزء اللي هنسرق فيه او الجزء اللي هنعمل فيه عمليه البليندنج او التموين الصغير، لان احنا مش عاوزين نيجي هنا باللون عشان ما يفرقش لون مع الباب. هو اللون الحمد لله مظبوط وكل حاجه، ولكن ادام معاك فرصه العب فيها تمام، مفيش مشاكل. فان شاء الله ننزل بليندنج، واللي حابب يشوف شغل بدون بليندنج هنسيبه لكم ان شاء الله في الوصف. الجزء اللي هناخده بليندنج او بيندر، بسم الله. ده البسكوت، بسم الله. حدينها كده اهو. بص البلندنج بقى ما يخليش فيه اوفر سبراي، واحنا لسه هناخدها عمليه تمويه كده اهو، ولكن اول ايه وش كده او تاني وش بنسبغ بس الفيلر. طبعا الفيلر معمول بنظام اللي هو الفاليو شيد، اللي هو اقرب درجه فيلر للون. مثلا احنا بنرش احمر، مش شرط الاحمر الارضيه بتاعته تكون وردي او نبيتي، ممكن يكون لون رصاصي فاتح غامق، مش شرط يعني. هنا مثلا الارضيه معانا رصاصي اللي هي الدرجة اللي هو الغامق سنة ده. بص مع الأحمر الحمد لله يغطي معانا على طول. هنا تاني وش، بسم الله. الحمد لله الامور هنا ايه تمام، ولسه ان شاء الله هنمشي تجراء برضه. تسلم عليكم يا رجاله. ده معانا بعد الدهان مجف تجراء نمشيه كده ونشيل اي اوفر سبراي. بص الاحمر بيطلع ازاي، بص انا هناخد بالنا، بص دي ما فيهاش حاجه ايه اهو، الجمبري سليم اهو. بص الاحمر، شيل اي اوفر سبراي بقى. ننزل بقى بالوش اللي هو ايه التعفير بقى او الرص ومعاه تعفير، لان الاحمر امانه الشفافه. بص العمليه تبدا ان هي ايه، انت ممكن تدي اول وش لون وتاني وش لون، وقبل الوش النهائي تنزل بالبيلندنج او البيندر وبعد كده تسرع عليه اللون تستفاد وهو طري، ممكن عادي. وده هتلاقيها معموله في اكتر من فيديو عندكم على القناه ان شاء الله. مع الهواء كمان ادي هواء والتجراء زي الفل. بص الاوفر سبراي شيل لك اي عفر هنا، حتى انت ممكن تلاقي عفره خفيفه هنا اهو. بص في عفره خفيفه انت بتشيلها بقى عشان ما تعملكش ايه بردك عكس لون او فرق لون او حاجه. ناخد بقى عمليه الايه السرقه.
تسلم إليكم يا رجاله. قبل كده احنا جاهزين ان شاء الله كلير كود، قبل الكلير كود برضه هندي تجريع هنا اهوت بامر الله. بعد الدهان مجف بص التجريع عامل ازاي، نمشي بقى ايه، بص شايف الاحمر العفره الاوفر سبير بدا يطلع ازاي اهو. ده بعد الدهان ما ناشف ماشي. بص الحمد لله العمليه متوحده ازاي. اللون الاحمر اي نعم هو لون حلو بس مش كل الاحمر، يعني ده احمر برضو مش سهل خلي بالك، لان داخله احمر ميتاليك يعتبر وداخله برلات وحاجات. بص الاوفر سبري، بص عفره مهمة تتشال دي. مع الهواء برضو والمسدس تسلم ايديكم وحوش. فمهم يخلي لك بص البليندنج، يخلي لك العمليه بص صايحه ازاي، والامور الحمد لله تمام. مع الورنيش برضه بتلاقي الدنيا اتظبطت، هنا الورقه الحمد لله سليمه. ايه ده اوفر سبري بس جه ايه وشلناه من هنا اللي هو اللي يعتبر واحد زي ده يعني. تسلم ايديكم. كلير كول بامر الله. وشين كلير كول، وشين ده كلير كول بامر الله، او الجيلاتين او الورنيش او اللاكر او الكلير. بسم الله. ضغط الهواء 2 بار، ده مسدس ال في ال بي اللي فات كان اتش في ال بي. بسم الله. عاشر رجالة، ده أول وش طبعا. ياخد فلاش تايم 5 دقايق كده وننزل إن شاء الله التاني وش. تسلم إيديكم وحوش. عاشر رجالة، تسلم إيديكم. بعد حوالي كده 4 دقايق كده يعني الحمد لله الامور تمام. انت بتبص طبعا نوع التنر بتاعك النشره الفنان المنتج، ولكن بيكون المتوسط 5 دقايق 10 دقايق. بسم الله. ده تاني وش بامر الله كلير كود. تسلم إليكم يا رجالة. عاش. تسلم إليكم يا حوش. بفضل الله الأمور زي الفل. بفضل الله تم كده الموضوع. طبعا معاك اي رزازة اي حاجة تشيلها وتلمعها على قدها. تسلم ايديك. اللي عنده اي اضافة اي استفسار يسيب في التعليقات. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. متنسوناش في دعوة حلوة يا رجالة. اللي بيحب بقى يشوف ضبط السوك الدوران ده هتلاقيه عندكم ان شاء الله على القناه. ازاي بقى نمعجن ونظبط الدوران ونبطن الفيلر والكلام ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.